وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عالج الإسلام مشكلة المرأة. مشكلة المرأة كانت في الجاهلية ممتهنة مبتذلة، تحرم من الميراث، من ميراث أقربائها. كان الرجل يتزوج العدد الكثير ويجور في حقهن ويظلمهن، فجاء الإسلام وجعل للمرأة نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فجعل المرأة كالرجل في أصل الميراث، للرجال نصيب وللنساء نصيب، وإن تفاوت المقدار في ذلك أباح لها أن تتجر وأن تتملك، لها المهر ولها مالها تتصرف فيه بحرية إذا كان هذا المال وصل إليها من طريق حلال فهو مالها، وأوجب نفقتها على أوليائها من الأزواج والآباء والإخوة إلى آخره، أوجب نفقتها عليه لأنها قد لا يكون لها مال، قد لا تتمكن من الكسب، فالله أوجب نفقتها على أوليائها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وجعل لهم الرقابة عليهن من الضياع ومن جور كلاب الإنس والجن الذين يريدون إفساد عرضها. جعل الله أولياءها ورجالها حصنا دونها يحمون ويسلمونها لزوجها فيقوم بحمايتها وكفالتها، فهي مصونة، هي مصونة ومعززة ومكرمة. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل لا بد من العدل أو ما ملكت أيمانكم. هذا موقف الإسلام من المرأة، وهو موقف يحميها ويحفظها ويصونها ويحقق لها كرامتها، ولا تحتاج إلى أنها تبذل نفسها أو تبذل عرضها أو تزاحم الرجال وتخالط الرجال وتناهبهم لقمة العيش. لا، الإسلام كرمها وصانها، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة في خطبة حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا. وصى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بالنساء، وحذر من ضياع النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا أفلتت المرأة صارت خطرا يهدد المجتمع، أشد من خطر ما يسمونه بالقنابل الذرية وما يسمونه بالأسلحة الفتاكة. المرأة أخطر إذا ضيعت، أخطر على المجتمع، لأنها حبالة الشيطان، فلا بد من ضبطها، ولا بد من توفير الكرامة لها، ولا بد من حمايتها. فالإسلام حل مشكلة المرأة، بينما المرأة ضائعة عند الكفار وفي المشرق والمغرب عند أنظمة الكفر، أما الإسلام فقد حماها وكرمها وصانها.